أسعدت أوقات مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مصاريف عبر شاشة سي ام بي سي عربية. أنا اسمي محمد عبد الرحمن ولا أفرغ الله لكم جيبا. واصل في هذه الحلقة ما بدأه الطيب عبد الماجد في الحلقة السابقة، الحديث عن مصاريف تعديل السيارات. والحقيقة أنا حينما بدأت أتأمل هذا الموضوع وأبحث عنه أجوجله يعني بالمصطلح الجديد، اكتشفت حاجات مدهشة جدا. اكتشفت أن هناك من يبالغ في تعديل سيارته إلى درجة أنها تصبح أسطورة يتحدث بها الشباب ويتناقلون أخبارها. شفت الأودي اللي تعدلت ب5 مليون ريال، شفت الجيمس اللي تعدلت بمش عارف كام مليون درهم، شفت العربية اللي بابها اليمين بيتفتح لفوق وبابها الشمال بيتفتح لتحت، شفت شفت شفت. الحقيقة مال كثير ينفق في هذا الاتجاه، ولهذا أظن أنه من المبرر أن نقدم حلقتين من مصاريف عن هذا الموضوع. سألت صديقا لي يمضي حياته كلها تقريبا في ورش تعديل السيارات، ما الذي يدفعك إلى ذلك؟ مرتبك كله بيروح يا أخي لتعديل سيارتك وهي ليست سيارة فارهة، يعني دي سيارة من سيارات الغلابة، لماذا تنفق كل هذا المال وكل هذا الوقت لتعديلها؟ فأجابني إجابة فلسفية عميقة عويصة. قال لي أصل الزمن الرأسمالي اللي احنا عايشينه دلوقتي والإنتاج بالجملة يجعلنا أنماطا، يجعل كل واحد راكب عربية زي اللي العربية اللي راكبها اللي جنبه في الطريق. أنا لا أحب أن أكون نمطا، هكذا قال صديقي، أحب أن أكون مختلفا وأن أركب سيارة مختلفة. وهي فلسفة كما قلت عميقة جدا، لكنني لم أقل له لكن ليه اختلافك يكون في سيارتك يا عزيزي، لماذا لا يكون في روحك في ذاتك في عقلك؟ المهم دعونا نرحب بضيفنا الكريم من جدة، خبير السيارات السعودي البارز السيد حسن كتبي. مرحبا بك يا سيد حسن. أهلا وسهلا فيكم. مرحبا يا سيدي. يا أستاذ حسن أهلا وسهلا سيدي. مساء الخير. ونحن سنستقبل سواء الرسائل الإلكترونية أو الاتصالات الهاتفية على الأرقام المدونة الآن أمامكم على الشاشة، وبريدنا الإلكتروني هو مصاريف @cnbcarabia.com. هل هو نشاط المترفين الأثرياء الذين لم يتعبوا في جمع نقودهم يا سيد حسن، ولا هو فعلا بدافع من الرغبة في الاختلاف في زمن التنميط كما قال لي صديقي؟ والله أغلب الظن بدافع التنميط أو الرغبة والاختلاف، أغلب الظن. وفي البعض من زي ما قلت المترفين كده اوريدي مشتري سيارة غالية جدا، فباين سعرها منها مختلف وما محتاجة تعديل. أنا لما اتصلت بيك قلت لي مثل أصابني بالرعب الحقيقة، في عربية ب7 مليون ريال، قلت لي اسمها فيرون باين حاجة زي كده. البوغاتي الفيرون ب 7 مليون ريال وفي الكوينسينج السي سي اكس ب 9 مليون ريال. والواحد ان شاء الله لما يشتري عربيه من النوع ده ربنا يدينا ويديك يا سيدي، برضه يجرؤ انه يعدلها يعني؟ والله 1001 حصان ما اعتقد انه في امكانيه تعديل، مع العلم انه في شركه اسمها منصوري، شركه سويسريه من اصل عربي عدلوها، بس صدقني ما تبى تعرف تكلفه التعديل بكم. أنا كمان مندهش. حينما يكون المرء ثريا فمن المبرر أن يمارس ممارسات الأثرياء، يروح يعدل ويخلي الباب يطلع لفوق والباب مش عارف ينزل لتحت، لكن محدودو الدخل أيضا يا سيد حسن يفعلون ذلك؟ محدودو الدخل بيفعلوه أكثر من الأثرياء. يا سلام. بشكل كبير جدا. ده معنى كده انه هذه الصناعة فيها مستويات، صناعة تعديل السيارات فيها مستوى للغلابة ومستوى لفادحي الثراء. خلينا نقول ممكن تعدل سيارتك تزودها 8 أحصنة بتغيير فلتر هواء رياضي لغاية ممكن توصل الماكينة ل 2500 حصان، تتسابق فيها مثلا زي في الامارات في تل مرعب او في المناطق الشمالية عندنا هنا في السباق في حائل، رالي حائل او شيء زي كده. طيب هذا الذي يذهب لتعديل سيارته يا سيد حسن، هل يعرف ان هناك ورشة كويسة ورشة سيئة؟ يعني هل هناك في هذا القطاع دليل خريطة يمكن ان ألجأ اليها ان كنت من هذا النوع المعدل لسيارته؟
في خريطة وما في. خليني أقول لك أوضحها بشكل أوضح. إن كنت على نوع نفس، اسمح لي يعني الكوت أقتبس الكلمة اللي قلت، إنه يكون واحد مختلف ما يكون نمطي في عقله وفكره. فإن كان تعليمك لدرجة ممتازة بحيث إنك ممكن تخش على النت وتعمل سيرش بالإنجليزي أكثر أو بأي لغة ثانية أكثر من عربي، وبتلاقي شركات تعديل متخصصة في السيارة حقتك، غالبية السيارات الألمانية دي في السعودية وفي الخليج، ولا بتسفر العربية في الخارج يا سيدي؟ لا، انت بتشتري لها القطع بتجيب القطعة من برا اغلب الظن، ما عدا مع احتمال، مع نصيحة اللي بده يسوي شيء، دائما ما كان لي وكيل لها في دبي او في السعودية، بيشحن الكمبيوتر الاي سي يو حق السيارة، بيشحنه بالدي اتش ال، تعمل له ريمابينج، اعادة رسم الخريطة حقته بالكامل الالكترونية برا، ورد له الباقي ممكن كله يتركب هنا، الشكمان، الهيدرز، الفلات الهواء الرياضية، الاندكشن سيستم، الامور دي كلها ممكن تتركب هنا بدون اي تكلفة، لكن الكمبيوتر انه يتعمل له في داينوميتر اللي يقيس الاحصنة اللي طالع على الاسفلت بالضبط كم، لانه كل واحد بيفتخر انه يقول لك عندي 500 حصان، عندي 700 حصان، بس على الكم حصان واصل منه من الاسفلت هذا موضوع ثاني مختلف تماما، اتقاس بآله اسمها داينوميتر. ف يا اما ربنا مقدره فلوس يشحن السعر على دبي او يشحنها على اوروبا او يجيب القطع من برا حسب الميزانيه. طب قول لي يا سيد حسن، هذا الذي يضع في سيارته قطيعا من الخيول 500 حصان يا شيخ، هيجري بيها فين؟ إذا كان في سرعات محددة في كل الطرق، هيجري بيها فين يا أخي؟ وهنا سؤال سيدي، هنا لو واحد معدلها حق انه داخل هاوي او متخصص في سباقات فهذا موضوع، وحتى السباقات تخضع لانظمه وشروط، في شيء منها لازم يكون قياسي، انه يكون نفس سياره المصنع هي بالضبط مع اختلافات بسيطه للدخول في السباق، وفي شيء انه زي ما يقولوا ايش ميد نايت ريسز اللي هي سباقات منتصف الليل، شوارع مهجوره وخطر، وفي شيء منه لا والله انه بس انه زي ما قلت بيميل للشكل الجمالي، وفي شيء منه لا بيعدل الاحصنه بطريقه علميه معينه، بيقوي الاحصنه لسبب بسيط بتساعد في انه التسارع يكون افضل، الفرمله تكون افضل، ويصرف البنزين يكون اقل. يا سلام، يعني لما يزود عدد الاحصنه يكون صرف البنزين اقل. يا اخي انا ما بفهمش في ميكانيكا السيارات، لكن مش بالع الحكايه دي. أنا أقول لك كيف يصير. اتفضل. إذا سيارة اعتبرها زي الفرق التشبيه يعني، واحتملني فيه أنت والجمهور الكريم، السيارة اعتبرها زي جسم البني آدم زينا. لما نكون ما سبحان الله أنك جسمك رياضي شوية وقلبك رياضي، ما في شحوم كثير، وزن زايد، فجسمك مستريح. الآن لما بتشيل وزن إضافي فهذا بيكون إجهاد على قلبك، فلما تشيل الوزن عن كتفك بيستريح جسمك، بيستريح قلبك، فهذا احيانا بيخش في عمليه تخفيف الوزن السياره وتخفيف سواء من وزن الكبوت او السقف او الشنطه او الجنوط. لما بتستريح عمليه الشهيق والزفير، عمليه التنفس، الهواء الداخل واحتراق الهواء الخارج اللي هو الانتيك والانهيل والاكزهيل، ايوه الانشهيق والزفير والاكزوست. بالضبط. لما تستريح هنا طبعا نفترض السياره محتاج اكرمك الله تدعس دعاسه بنزين 7 سنتي لتحت، حلو؟ لما تكون السيارة مستريحة وعملية دخول الهواء البارد، وحط تحت كلمة بارد خطين ثلاثة، لأنه في ناس كثير بيسووها بطريقة بخش هواء حار بيتعب السيارة ما بريحها. الهواء البارد لما بيدخل بتستريح السيارة، فتلاقي نفسك بتزيد الأحصنة، فعالية الاحتراق جوا الماكينة أفضل، فبتحرر أفضل عزم وأحصنة، الاثنين عزم وأحصنة بيصير أعلى، على دوران ار بي ام أقل، دوران الماكينة أقل، فبالتالي بدل ما تدعس دعاسة بنزين 7 سنتي لتحت ممكن تدعسها 4 سنتي وتوصلك لنفس سرعة ال 120 كيلو متر في الساعة اللي كنت بتوصل لها مثلا السرعه القانونيه المحدده. وصلك انه شاب من اولادنا اللطاف كده اللي لسه 19 20 سنه، خد سيارته الجديده اللي اشتراها له الوالد بفلوس الوالد اللي ما تعبش فيها الولد يعني، وراح لورشه من دول راحوا خربوا له السياره ولعت بعد نص ساعه من قيادتها. ورشه زي دي اول زياره لها بسيطه حتلغي ضمان المصنع، فهذا اول نقطه. ثاني نقطه، الوالد الله يديله الصحة والعافية، يعني أنا لاحظ إنه أحيانا كثير شباب دوبوا في أول سيارة له ومعطي له والده سيارة 400 حصان 430 حصان، فبستغرب يعني سيارة لا وبيروح يعدلها كمان يا حسن بيك، بيعدلها، فهذا اولا في السن لسه ما يعني اعتقد تعرف واحد اول سياره جديده غير لما يكون نوعا ما ركز اكثر وثبت في سواقته وتحكمه في السياره، وبعدين بيعدلها كمان بزياده، ففلوس التعديل هذه كمان هل الوالد اعطاه له هي؟ طبعا. امال هو هيجيب